طبعا هو زي ما بقول تملي، الصدمة الأولى بتكون هي استقبال الفرق والمنظمين وتسكينهم، وبعد كده الحفل اللي هو بتاع التكنيكال ميتنج اللي احنا فيه النهاردة، بتبقى دي الانطباع الأولاني. والحمد لله الرضا بان على الجميع زي ما حضرتك ذكرت على لسان مستر موريكيتا نائب رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس لجنة الاحتكام بالظبط، وقال شكرا اكتر من مره، بيقول احنا اللي لازم نشكر النادي الاهلي لان هو بينظم، فده بيضاعف من مسؤوليتنا واحساسنا بالمسؤوليه ان احنا نكون عند ثقه الاتحاد الافريقي. بقول وزي ما اشرت من خلال كلمتي، احنا النهارده بكره فريق كره اليد مسافر عشان يشارك في السوبر الافريقي في المغرب، الفريق قدم بيلعب فريق صن داون السبت الجاي في الدور الثمانية، فريق الباسكت بيلعب فريق سموحة في دور الثمانية أيضا في البطولة الأفريقية، ولسه فائز الكرة الطائرة سيدات بالبطولة الأسبوع اللي فات. يعني جميع المحافل الأفريقية الحمد لله احنا مشاركين فيها واحتضننا هذه البطولة، نتمنى تتويج فريق الرجال بهذه البطولة من الناحية الفنية، واللي بيرضينا أكتر هو ان بعد البطوله ما تنتهي ناخد راي الناس اللي شكت فيها في التنظيم. البدايه يجب ان النهايه تكون احسن منها كلها، وباذن الله احنا قادرين على هذا بالرجاله بتوعنا ورجال النادي الاهلي اللي احنا بنتعلم جيل ورا جيل، وبنعلم الناس اللي بعدينا زي ما احنا اتعلمنا من الناس اللي قبلينا. فارجو من الله انه نقدر ونكون على حسن ظن الجميع في تنظيم هذه البطولة. أعتقد من حيث التكوين الفريق كلاعبين، أعتقد الحمد لله يعني النادي يوفر جميع التدعيمات لهذا الفريق في بداية هذا الموسم. نجوم مصر والمنتخب موجودين كلهم في فريق النادي الأهلي، كلهم لعيبة بالضبط على يعني على المستوى، سواء عنصر خبرة أو أيضا يعني تم تجديد دم الفريق بوجود مزج ما بين الشباب والخبرة. والقيادة الفنية للكابتن محمد مصيرحي يعني ثالث سنة مع الفريق يتسم بالخبرة، وقبل كده يعني 7 سنين أو 8 سنين كان مدرب للفريق، فأعتقد أن جهاز فني على أعلى مستوى سواء الفني أو الإداري أو الطبي، يعني حقيقي فريق يحتذى به في كل حاجة يعني. وأعتقد أنه هو المرشح الأول للفوز بهذه البطولة بإذن الله عشان نهديها لجماهير النادي الأهلي.